اهلا بيكم في الشارع الابيض. تعالوا نروح على طول على سؤال حلقتنا النهارده في نهارك ابيض، واللي كان بيتكلم عن اجنده الزمالك في شهر فبراير وتوقعاتك لاصعب واهم المواجهات في شهر فبراير. تعالوا كده نشوف ردود واجابات متابعينا على السوشيال ميديا. طيب البدايه هتكون مع محمد انور. صباح الفل يا محمد، بيقول اجنده الزمالك في شهر فبراير ليست سهله، يجب تركيز اللاعبين واللعب بروح واصرار، واصعب المواجهات المباشره الاولى في افريقيا. احمد عيد وهبه بيصبح علينا، صباح الفل، بيقول من وجهه نظري جميع المباريات مهمه وصعبه، ويجب التركيز من جميع اللعيبه واللعب بروح وعزيمه في كل مباراه، واصعب المواجهات هتكون مباريات افريقيا، وباذن الله يكون شهر كله انتصارات لنادينا الحبيب، وكل الدعم والتوفيق لنادينا زملكاوي وافتخر. محمود ناصر صباح الفل، بيقول انا شايف كل المباريات صعبه، احنا عندنا لعيبه رجاله واثقين فيهم، وان شاء الله يبقى شهر سعيد على كل الزملكاويه، وان شاء الله يبقى شهر فبراير الابيض ان شاء الله يا محمود. وليد امين صباح الفل، بيقول مباريات كلها مهمه ومحتاجه تركيز، وخصوصا في بطولة أفريقيا لازم اللعيبة تكون رجالة وتقاتل على حصد اللقب بالروح والإصرار إن شاء الله السادسة في 100 عقبة. كل الدعم تحياتي ليكي، بشكرك ولكل فريق العمل، بشكرك شكرا جزيلا يا وليد. محمد رضا صباح الفل يا محمد، بيقول بكل تأكيد مباريات الزمالك القادمة صعبة جدا صعبة جدا، وأصعبهم مباريات دوري أبطال أفريقيا، لكن بروح وإصرار وعزيمة اللاعبين مفيش حاجة صعبة إن شاء الله، والسادسة في 100 عقبة. عجباني الروح المعنوية يمكن العالية شوية عند المتابعين طبعا اللي شاركونا إجاباتهم.